غايات افتتاح هذا الجزء اللي له علاقة بالثقافة الروسية في المكتبة التربوية السورية أنه نتيح أوسع إمكانية لتلاميذنا ولطلابنا أنه يطلعوا على الثقافة الروسية. طبعا هلأ عم نبتدي ب 500 عنوان كجزء من هذه المكتبة، سوف يتوسع صير أكثر من هيك. جزء من 500 عنوان هن العلاقة بالأدب الروسي، الأدب الروسي اللي هو معبر عنه بدوستويفسكي، بليرمنتاف، ببوشكين، بتلستوي، بغيرهم من الأدباء الروسي اللي هن معروفين. والأدب الروسي أدب معروف عميق غني جدا. جزء آخر له علاقة بالفن الروسي، جزء ثالث له علاقة بالكتب المدرسية. فبالتالي عم نحاول أنه يكون في تنوع، هذا التنوع يفيد المتلقي أو يفيد الشخص اللي عنده رغبة يجي يطلع على الأدب الروسي بشكل عام. والاطلاع على آداب الشعوب هو فتح عند كل إنسان، يعني هو اللي عندما يطلع إنسان على آداب الشعوب يطلع على ثقافاتها توسع أفاقه. المكتب يضم كتير كتب متنوعة على فكرة، حتى لغات متنوعة، إنجليزي، فرنسي، روسي. ضفنا اليوم جناح خاص اسمه نسميه اللغة الروسية. طبعا الجناح بيتضمن شيء علاقة بالمنهاج الروسي التدريسي وروايات روسية، قصص روسية إلى آخره. وهذا شيء مهم جدا على فكرة أن يكون تتنوع المكتبة عنا، وخاصة بعد ما دخلوا اللغة الروسية على مدارسنا صار العلاقة بالمنهاج. يعني نحن فتحنا الابواب لكل الناس، مدرسين الروسي انه يجوا تعالوا تفرجوا واستعاروا كتب، جيبوا طلابكم تعالوا على المكتب كيف حتى نثقف حالنا وتعرف على اللغه الروسيه ونقوي حالنا اكثر. وطبعا انا برايي انه هي يعني مبادره كثير مهمه جدا كيف انه ننفتح على العالم، كيف ننفتح على كل لغات العالم.